الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. لو فرض أن أنا صليت 3 ركعات وقمت بدي أصلي، كيف بيكون طريقة الصلاة يعني؟ بتصلي فقط ركعتين. بس ركعتين؟ بس. ما في. طيب. بارك الله فيك. وفيك بارك. آمين. جزا الله معالي الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.